السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتورة صابرين، أخصائية الجلدية والتجميل. إحنا اتسألنا على التهابات الحفاضة، النابكن درماتايتس. طيب التهابات الحفاضة دي دايما الأمهات بتجيب البيبيهات، البيبي عنده التهاب في الحفاضة، أسبابها إيه وإزاي يتعامل معاها، هو ده اللي إحنا هنتكلم فيه. أولا لازم أفرق دي نابكن درماتايتس ولا نابكن مونيليازس. تمام، يعني ايه نابكن درماتايتس؟ يعني ايه نابكن مونيليازس؟ نابكن درماتايتس ده التهاب عادي، تمام، بيكون نتيجه ايه؟ نتيجه ان البيبي ده عنده حساسيه من الحفاضه، نوع الحفاضه ده مش جاي مع جلده حتى لو كان غالي قوي، هنتكلم في الموضوع ده دلوقتي. ممكن يكون الام مش بتغير بصوره مستمره، ممكن يكون الطفل عنده مشاكل في البول او مشاكل في البراز، عنده حاجه في معدته، يعني سواء الاخراج بتاعه حامي على جلده فعمل له التهاب. تمام، طيب ده الحساسيه. طيب انا هفرق بينها ازاي؟ هلاقي تنيات جلد الطفل ما فيهاش مشكله لانها محميه طول الوقت، دمتني، فاللي جوه ده مش واصل له حاجه من الحاجات اللي انا قلتها، فهتلاقيها فاضيه ما فيهاش اي مشاكل. طيب نابكن مونيليازس، لا دي قصه ثانيه. الحفاضه كاتمه الدنيا زي ما قلنا في اي عدوى فطريه في الدنيا، رطوبه ودرجه حراره عاليه وميه، فطر ينشط يعمل الكلام اللي احنا بنقول عليه. تمام، في حالة النابكن مونيليازيس المونيليا أو الكانديدا بتبدأ تنشط بسبب الرطوبة، الكلام اللي احنا لسه قايلينه، وتبدأ تاخد الجزء بتاع الحفاضة كله، التنايات بتاع جلد الطفل فيها، وهلاقيها عبارة عن ساتلايت، حبوب حمرة صغننة 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 أخدة المكان كله ومعاها تنايات جلد الطفل. تمام، في الحالتين أنا بقول للأم غيري لي نوع الحفاضة، بتزعل. انا بستعمل اغلى نوع في السوق، انا على عيني وراسي، انا مش مشكلتي في الفلوس، مش مشكلتي مع الشركه، انا مشكلتي جلد الطفل ده حساس للنوع ده واتيفر كان هو ايه، فلازم اغير. عشان كده انا اقول للام معلش هاتي لي باكت صغيره في الاول علشان اشوف الطفل ده جلده هيمشي على ايه. تمام، طيب لو التهاب حفاضه عادي يبقى انا هدي الكريمات بتاعه الحفاضه العاديه، هغير الحفاضه باستمرار. تمام، لازم احط كريم يبقى عازل بين جلد الطفل والحفاضه. زي ايه؟ عايزه فورمه كريم تقيله، عندي كتير، عندي البيبي زد، عندي البي ام بي اموليانس، عندي المويست وان، الفورمات دي فورمات تقيله. تمام، عندي الاي 1 بيبي من الفورمات التقيله، عندي الايمو سوفت من الفورمات التقيله، ده هحطه على جلد الطفل مع كل غيار. ايوه مع كل غيار. تمام، طيب لو حاسه ان التهاب الحفاضه شديد شويه هبدا احط له حاجه اعلى شويه زي الموستيلا اي 1 2 3 فيتامين بارير، واتكلمنا عليه قبل كده على كل منتجات موستيلا. طيب لو انا بقى لقيت عندي التهاب بسبب مونيليا، نابكن مونيليازيس، يبقى لازم احط مضاد فطريات. في الاول انا بحط حاجه مضاد فطريات زي الحاجات العاديه اللي احنا قلنا عليها، انا بفضل فورمه الجلين سيرت عشان دي سيف مع البيبي. تمام، بحطه مرتين في اليوم، الدنيا هدت. لو الالتهاب شديد بحط حاجه فيها هيدروكورتيزون. يا جماعه من فضلكم يعني عشان خاطر اولادكم بلاش الكيناكوم، بالله عليكم يعني كيناكوم وادري غير الحاجات دي كارثه كارثه، انتوا بتستعملوها غلط. يعني الحاجات دي معموله لحاجات معينه لظروف معينه احنا بنستعملها، مع ان انا مش بكتبهم، بس هي النقطه ان في دكاتره بتكتبهم في ظروف خاصه. ما ينفعش حضرتك تروحي للصيدلي عنده التهابات يلا كده كوم، بيجيلي الولد او البنت جلدهم مبقع ابيض، ما ده غلط. الكورتيزون العالي اللي فيه سحب اللون من جلد الطفل، تيجي بقى لدكتوره الجلديه انا عايزه ده يروح، يروح ازاي بقى؟ ما بيروحش، البقع البيضه دي بتكبر مع الطفل. تمام، ما احنا مش بنسحر على فكره، ما ينفعش احنا نبوظ حاجه في البيت ونيجي للدكتور عشان يصلحها. تمام، من الاول لو كنا وفرنا الموضوع ورحنا للدكتور والله يشوف ايه الموضوع، يكتب الكريم او العلاج المناسب. لو الدكتور بتاع الجلديه كتب كورتيزون هو عارف هيكتبه ازاي، هيكتبه امتى. تمام، انا بكتب هيدروكورتيزون، بحط حاجه مثلا زي المايكوناز اتش، مايكوناز اتش ده فيه هيدروكورتيزون. تمام، بيهدي معايا جدا لو احتجت فيه هيدروكورتيزون لوحده. تمام، ده يعني ده اقل تركيز ممكن استعمله، في حالات معينه انا بضطر ان انا استعملها كورتيزون، بس ببقى عارفه احطه امتى هوقفه امتى. تمام، فلازم ناخد بالنا من النقطه دي عشان ما ناذيش جلد الطفل. في حاجات ثانيه بتيجي في منطقه الحفاضه لازم ناخد بالنا منها برده، الاكزيما الدهنيه في اول 6 شهور من عمر البيبي ممكن تجي له اكزيما دهنيه تاثرا بهرمونات الام اللي وصلت له عن طريق النشيم، ودي بتفضل في دمه 6 شهور وبعد كده بتختفي.
ففي الفتره دي بيبقى عنده عرضه ان هو يحصل له انزيم دهنيه في منطقه الحفاضه في الجلد كله عامه، كمان في فروه الراس اللي احنا بنسميها الكرادل كاب، القشره اللي بتبقى لازقه هنا دي. تمام. في حاجه تانية بتيجي في منطقه الحفاضه، الصرفيه، في صرفيه بتيجي عند الاطفال يا جماعه في منطقه الحفاضه. تمام. فلازم برضو يعني نستشير طبيب الافضل، يعني زياره واحده للطبيب هتريحنا يعني. وبعد كده انا واحده من الناس، انا لما بيجي لي مريض انا بكتب له روشته، بقول له لو سمحت روشته ما تدعش، موضوع التهابات الحفاضه دي متكرره. تمام. لو الدنيا اتكررت هتستعمل 1 2 3، في كريم ده حضرتك هتمشي عليه على طول. تمام. تسهيلا على المريض، بس بلاش ان احنا نروح مثلا ونستعمل حاجه غلط، علشان ده يعني ده هيسوء الحاله مش هيحسن. تمام. وان شاء الله ربنا يحفظكم جميعا، وشكرا.